اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تفعيل منع عرض الأظهر بالحجم الكامل. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأمن والخصوصيات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الخصوصيات الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على من يمكن رؤية الإشعارات لإشعار، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على منع عرض الأظهر بالحجم الكامل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل منع عرض الأظهر بالحجم الكامل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.